دروس العقيدة مجموعة البرهان. الدرس الرابع إعجاز القرآن. القرآن هو البرهان العقلي على صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لذا فهو معجزة باقية إلى آخر الزمان، بخلاف المعجزات المادية لمن سبقه من الرسل، والتي هي حجة على من شاهدها وعصرها فحسب. يتمثل البرهان على صدق تنزيل القرآن في ألف إعجاز بيانه، باء صدق معارفه ونبوآته، جيم حكمة تشريعه. الإعجاز البياني ثبت بعجز العرب في كل زمان عن الإتيان بمثله أو مضاهاته، رغم ألف تحدي القرآن لهم، باء وجود الدافع لدى الكافرين الأوائل وفي كل جيل، جيم انتفاء المانع وهم أهل الفصاحة والبلاغة والقرآن بلغتهم وألفاظهم وأساليبهم. قال تعالى: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. الآية 13 من سورة هود. وقال تعالى: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. الآية 38 من سورة يونس. وقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. الآية 23 من سورة البقرة. ثم قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الآية 88 من سورة الإسراء. وكذلك قوله تعالى: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. الآية 34 من سورة الطور. وأخيرا قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الآية 82 من سورة النساء. يتمثل الإعجاز البياني بوجه عام في ألف كمال النص القرآني وسموه عن النقد، باء اختلافه البين عن سائر صور البيان البشري من شعر ونثر، جيم التباين الكبير بين خصائصه وخصائص حديث مبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أوجه إعجاز البيان القرآني عامة جريانه على مستوى رفيع واحد رغم تنوع المعاني والموضوعات حتى آيات التشريع والأحكام. واقرأ مثالا لذلك آية الدين، أطول آيات القرآن، الآية رقم 282 من سورة البقرة، وآيات المواريث مثل آيات سورة النساء 11 و12. ثم مناسبته لكل الناس على اختلاف معارفهم وأفهامهم، فافهمه ويتأثر به ويتابعه العامة والخاصة والبسطاء والعلماء على امتداد الزمان وتتابع القرون. تداخل معانيه وموضوعاته بحيث ترتبط في بناء متكامل متناسق يتعذر الإتيان بمثله. خلوه من التكرار إلا لغرضين: التأكيد وما يصحبه من تضخيم المعنى وتعظيم التأثير، أو لأجل تكامل الصور والأشكال التي يعرض بها الموضوع. الإحساس بجلال الربوبية الذي يشي به التعبير القرآني برمته، إذ يستحيل نفسيا أن يتصنع بشر تقليد هذا الأسلوب على امتداد نص بهذا القدر. تصريف البيان بالتنوع الشديد في التعبيرات لنفس الموضوع بحيث يؤدي كل تعبير معنى جديدا. التنوع الشديد في توجيه الخطاب بما يتناسب مع السرد ويجسد المواقف والمعاني تجسيدا حقيقيا واقعيا، من الله إلى الرسول أو إلى جماعات من الناس أو عن الله أو بضمير الغائب عن أشياء أو أشخاص أو جماعات. إخراج مدلول اللفظة والجملة من المعنى المجرد إلى الصورة المحسوسة المتخيلة، تحويل الصور من شكل صامت إلى منظر حي متحرك،
تضخيم المنظر وتسجيمه حيثما يتطلب الجو والمشهد ذلك. تكامل ووحدة موضوعات الآيات والسور في القرآن ككل بحيث يفسر بعضه بعضا. إعجاز الوفاء بالأهداف المتباينة والمتضادة في نفس الوقت، مثل الإيجاز الشديد أو الحذف مع الوفاء الكامل بالمعاني المرادة، والإجمال في القول مع تفصيل المعنى، وخطاب العامة وخطاب الخاصة، وإقناع العقل مع إمتاع العاطفة. الإعجاز العددي الذي يتمثل في موافقات في تكرار بعض الألفاظ المتقابلة التي يعجز أي مخلوق على مراعاتها مسبقا في صياغة نص بهذا الطول والتنوع، ويستحيل أن يتحقق بمجرد الصدفة المحضة. من ذلك ورود ذكر الشياطين والملائكة 88 مرة بصيغها المختلفة، والدنيا والآخرة 115 مرة، والسيئات والصالحات 180 مرة بمشتقاتها، والقرآن والوحي والإسلام بمشتقاتها 70 مرة لكل منها.